الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة رحمه الله: أي على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد رحمه الله: أوتيته على شرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذه الترجمة التي جعل عنوانها رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، أراد بها أن يبين أن زعم العبد والإنسان عندما تتجدد عليه نعمة من نعم الله عز وجل وعطية من عطاياه سبحانه وتعالى، فيعتبر نفسه حقيق بذلك، وأنه إنما أعطيها لأنه مستحق لها، وأنه جدير بها، وأنه ذو شرف وذو مكانة ونحو ذلك. وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن من توحيد الله سبحانه وتعالى أن ينسب فضله له سبحانه وتعالى، فيقول القائل في هذا المقام: هذا فضل الله علي، لولا فضل الله، لولا منة الله علي، هذه منة الله، ونحو ذلك من الكلام الذي يشعر بتحقيق العبودية والاعتراف بالنعمة للمنعم سبحانه وتعالى. قال: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. إذا أذاقه الله رحمة، أي نعمة وعطية وفضل، مثلا غنى بعد فقر، أو قوة بعد ضعف، أو عز بعد ذل، أو صحة بعد مرض، أو نحو ذلك. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، من بعد ضراء مست، إما الضراء تكون فقر، أو تكون ذل، أو تكون ضعف، أو نحو ذلك، أو مصيبة ابتلي بها في ماله أو غير ذلك، ثم أذاقه الله الرحمة من بعد الضراء، الرحمة من بعد الضراء، الضراء التي مست، ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. هذا لي، السلف رحمهم الله تعالى
جاء عنهم في معناها ألفاظ كلها تنطبق على المقصود في الآية، مثل قول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني مثلا يحصل له الغنى من بعد الفقر، كان فقيرا ففتح الله له بابا من أبواب الرزق فحصل مالا كثيرا. فبعض الناس في مثل هذا المقام يتحدث عن نفسه يقول هذا حصلته بمهارتي وخبرتي أو جدارتي أو أنا حقيق بمثل هذه الأرباح وجدير بها، ونحو هذه الألفاظ التي كلها تتنافى مع كمال التوحيد الواجب، التي تتنافى مع كمال التوحيد الواجب. هذا بعملي يعني بجهدي وعرق جبيني ونحو ذلك من العبارات، ما يقول هذا فضل الله علي، هذا تيسير الله، هذا رزق الله، لأن كم من إنسان يتعب وكم من إنسان حاذق في التجارة ولا يحصل شيئا، ويتعب ولا يحصل شيئا. فحصول الرزق هو فضل الله ومنته سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي على العبد أن يكون، وهذا من فوائد هذا الباب العظيم، كلما تجددت نعمة للعبد ينسبها للمنعم، هذا فضل الله، هذه نعمة الله، هذا توفيق الله، نحمد الله على فضله، وهكذا. قال هذا بعملي وأنا محقوق به، محقوق أي جدير به، حقيق به، جدير به، أهل له، ونحو ذلك من العبارات. وقال ابن عباس يريد من عندي أي هذا لي، معنى هذا لي أي من عندي، من عندي أي بشطارتي وجدارتي ومهارتي وخبرتي ودربتي وأشياء من هذا القبيل، هذا من يريد من عندي. قال وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم، على علم عندي، هذا قول قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما يثقل على العصبة أولي القوة لكثرة المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، فلم يزده هذا المال إلا غرورا وعجبا وتكبرا. ولما يسأل عن هذا المال أو يناصح في هذا المال يقول إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، ما معنى على علم عندي؟ قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بالتجارة وأنا خبير بالتجارة وعندي مهارة وأعرف كيف يكتسب المال، كيف يحصل المال، أنا ماهر بذلك وأنتهز الفرص التجارية وأنا كذا وأنا كذا، يتحدث عن نفسه. وإن اختلفت العبارات المؤدى واحد، ولهذا الواجب دائما في تجدد النعم قلت أو كثرت أن ينسبها للمنعم، فإن هذا من كمال التوحيد، فإن نسبها إلى نفسه وجدارته وحذقه ومهارته فهذا من ما ينافي كمال التوحيد الواجب. قال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. الآن كلام السلف في قوله على علم عندي، قال أوتيت على علم عندي، قال قتادة على علم أي مني بوجوه المكاسب، على علم. الآن هنا نسبة العلم إلى من؟ إلى العبد أو إلى قارون هذا الذي أوتي المال، على علم عندي أي معرفة
مني بالتجارة ووجوه المكاسب. والقول الآخر جماعة من المفسرين على علم، أي علم من الله أني أهل لذلك، على علم من الله أنني أهل لذلك، فهذا المال الذي حصلته حصلته لأن الله يعلم أني أهل لذلك وجدير. هذا لا يقوله إلا من المغرور المتكبر المعجب بنفسه التائه في تكبره وتعاليه. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أوتيته على شرف، يعني أعطيت هذا المال لشرف في ومكانة عظيمة يعلمها الله من حالي، فأعطاني هذا المال لشرفي، أعطاني هذا المال لمكاني لنبلي لفضلي ونحو ذلك. ولهذا يجب على المسلم لما يقف على هذه النصوص أن يسأل الله عز وجل أن يعيذه من هذه الألفاظ، وأن يجنبه إياها، وأن يسلمه إياها منها، ولا سيما عندما تتجدد النعم، عندما تتجدد النعم، ها يا فلان ما شاء الله هذه التجارة وهذا الربح وكيف ما شاء الله، يعني نذكر ما عندك شيء، يقول أنا عندي مهارة وأنا عندي كذا وأنا خبير، ويبدأ يتحدث عن نفسه، لا، تحدث عن نعمة الله عليك. كم من إنسان ماهر وحاذق وفطن وخبير بالتجارة ودرس علوم التجارة بحذق وما يحصل شيئا، ما يحصل شيئا، وكم من إنسان ما عنده تلك القدرة والمهارة ويفتح الله لها أبواب رزق عظيمة جدا. ولهذا ينبغي على العبد أن ينتبه لهذا، عند تجدد النعم يحمد الله وينسب النعمة إلى المنعم جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري.
فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. أيضا مثل الآيتين اللتين أورد المصنف، الأولى ولئن أذقناه رحمة، والثانية قال إنما أوتيته على علم، قول الله عز وجل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، قال إنما أوتيته على علم، هذه مثلها، قال إنما أوتيته على علم، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أو على علم من الله بزعمه أنه أهل لذلك وحقيق وجدير بذلك. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. ماذا قال الله؟ بل هي فتنة، بل هي فتنة. هذا المال الذي يؤتاه، والقصة الآتية شاهد أن المال فتنة، فتنة أي امتحان وابتلاء، ليميز الله عز وجل الشاكر من الكافر، ليميز الله عز وجل المحق من المبطل، ليميز الله سبحانه وتعالى من يكون المال معونة له على الطاعة، ومن يكون المال فتنة له وضياعا. قال بل هي فتنة، قال بل، هذه الإضراب، بل هي فتنة، يعني ليس كما زعمتم، النعمة هذه فتنة، ليست دليل، من يعطيه الله المال ليس دليل على أن الله إنما أعطاه المال لمحبته له. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، يعني ليس الأمر كذلك، ليس من أعطاه المال معنى ذلك أن الله أكرمه، ولا من لم يعطه المال معنى ذلك أنه أهانه، هذا مبتلى وهذا مبتلى. ولهذا يجب أن يعلم أن الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء، الغنى مبتلى بالغنى والفقير مبتلى بالفقر، فهل أدى كل منهما وظيفة الابتلاء؟ انظرها في الحديث، وظيفة الابتلاء في الأمرين، انظرها في الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن فائز في كلا الامتحانين، إن ابتلي بالنعمة أدى وظيفة هذا الابتلاء وهو الشكر، وإن ابتلي بالمصيبة أدى وظيفة هذا الابتلاء وهي الصبر، فهو شاكر في سرائه صابر في ضرائه، في السراء يفوز بثواب الشاكرين، وفي الضراء يفوز بثواب الصابرين. ولهذا في خلاف بين أهل العلم، وبعضهم أفرده في كتاب أو في كتب، أيهما أعظم أجرا، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أيهما أعظم، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام بن تيمية عن هذه المسألة فقال لي: أفضلهما أتقاهما لله، قال أفضلهما أتقاهما لله، قال فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء، قال هم في الأجر سواء، قال هم في الأجر سواء. سر ذلك أن هذا في ابتلاء بالغنى وهذا في ابتلاء بالفقر، وهذا أدى وظيفة ابتلاءه وهذا أدى وظيفة ابتلاءه، هذا مطلوب منها أن يشكر وهذا مطلوب منه أن يصبر، فكل منهما أدى وظيفته فنجح في
نجح في امتحانه وفاز برضوان ربه سبحانه وتعالى. ولهذا هنا قال: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم، قال الله: بل هي فتنة، يعني ليس كما يزعم هؤلاء، بل النعمة فتنة للإنسان يبتليه ويمتحنه. من الشواهد في القصص وفي الواقع هذه القصة العجيبة التي يرويها نبينا عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة نفر من بني إسرائيل. قال: إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أبرص وأقرع وأعمى. الأول فيها داء البرص، داء البرص هذا مرض يصيب البشرة في أجزاء منها أو في كثير منها، فيتغير إلى لون من البياض، قد تنفر منها النفوس، قد تنفر من النفوس. ولهذا الأبرص لما سأله الملك كما سيأتي قال: يذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس به، قد قدرني، لأن النفوس تنفر من ذلك، تنفر من ذلك. وفي التعوذ هناك تعوذ عظيم جدا في يتعلق بالأمراض، خص فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أمراض خصها بالذكر. قال: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، البرص والجنون والجذام. وهذه الثلاثة الأمراض خاصة هذه تعد من العاهات، لأن الأمراض أنواع، الأمراض أمراض طارئة تأخذ مدة من الوقت ثم تزول، وهناك أمراض مستديمة، هذا منها. عندك البرص والجذام، الجذام هذا الذي يقال عنها الآكلة، يصيب طرف من أطراف الإنسان ثم يبدأ يسري في جسده. حتى في الطب الحديث في الغالب يبترون الجزء الذي بدأت الآكلة فيه، من جزء نظيف يبترونه حتى لا يسري هذا الجذام إلى باقي الجسم. قال: البرص والجذام والجنون، الجنون ذهاب العقل، ذهاب العقل. هذه الآفات الثلاث منها البرص من الأشياء التي يعني تبقى مع الإنسان وتستمر. ولهذا الفقهاء في ما يرد به عقد الزواج إذا تبين الزوج أو تبينت الزوجة أن فيه ينص الفقهاء على هذه الأمراض الثلاثة، نصون عليها لأنها ليست من الأمراض الطارئة التي تعالج بالأدوية والطب ونحو ذلك. فهذا الرجل فيه برص، فيه برص، والثاني فيه القرع، أقرع يعني أصلع شعر الرأس، والثالث أعمى لا يبصر. فأراد الله أن يبتليهم، تقدم معنا في الآية بل هي فتنة، فأراد الله أن يبتليهم، أراد أن يمتحنهم، أن يختبرهم، أيكونون شاكرين إذا مستهم، إذا أذاقهم الله رحمة من بعد الضراء التي كانوا فيها، هل يكونون شاكرين أو لا، أو بخلاف ذلك؟ ابتلاء وامتحان. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص، أتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تحب؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به، الذي قدرني الناس به، يقصد البرص، الذي قدرني الناس به، يقصد البرص. قال: يذهب عني الذي قدرني الناس به. قال: فمسحه
فذهب عنه قدره، فذهب عنه قدره أي البرص، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال له الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق الراوي للحديث، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرة، أعطي ناقة عشرة أي ناقة حامل، ناقة حامل، فأعطي ناقة عشرة، فقال: بارك الله لك فيها، بارك الله لك فيها. الآن هذا الرجل أذاقه الله رحمة من بعد ضراء مسته، كان فيه البرص وكان فقيرا، فزال البرص وأصبح الجلد جميل والهيئة جميلة، والذي قدره الناس به ذهب عنه وأصبح غنيا، ماله الإبل. قال: بارك الله لك فيه. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، أي القرع. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، فأعطي بقرة حاملا. والذي يظهر من السياق أن الأول طلب الإبل والثاني طلب البقر، ولذلك أعطي الأول ما طلبه الإبل والثاني أعطي ما طلبه البقر. وقال: بارك الله لك فيها. أعطي بقرة حاملا ودعا له بالبركة. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فأبصر به الناس. فمسحه، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي المال أحب إليك؟ أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. انظر النعمة والفضل العظيم الواسع الذي أكرم الله به هؤلاء الثلاثة، زوال الضر الذي فيهم وكشفه والتوسيع عليهم في الرزق من بعد الفقر ومن بعد تلك الآفات التي فيهم، فزالت الآفات وتوسعت النعمة عندهم، واد من الإبل، واد من البقر، واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، في صورته وهيئته، أي أتى الملك في صورة الأبرص التي كان عليها، في صورة الأبرص التي كان عليها أولا لما اجتمع به في المرة الأولى. من أجل ماذا؟ من أجل أن يرق قلبه ويتذكر حالته الأولى. كثير من الأغنياء الذين يوفقهم الله، الذين يوفقهم الله عز وجل، إذا تذكر حالته الأولى أو شيء يتعلق بحالته الأولى يرق قلبه. حدثني أحد الأغنياء الذين وسع الله عليهم في المال وهو حي يرزق، يقول: أحب كثيرا صدقة الثياب، ملابس، يقول: أحب كثيرا صدقة الثياب. يخاطبني قال: أتدري ما السبب؟ قال: لما كنت صغير في المدرسة في الصفوف الأولى الابتدائية كنت فقير، ما عندي شيء، وأقبلت أيام العيد، عيد الفطر، ما عندي شيء، فقير. فجاء رجل إلى المدرسة وأعطى الطلاب كسوة ثياب،
جميع الطلاب. يقول فأدخل على قلبي فرح عظيم جدا وسرور بالعيد ولبست الثوب. فلما أغناه الله عز وجل الفرح الذي حصل له لما كان فقيرا بالثوب أصبح يحب أن يذيقه هذا الفرح للفقراء من نفسه ابتداء، يحب يقول أنا أقول أحب صدقة الثياب. لأجل هذا السبب تذكر الحالة الأولى يرقق القلب، يرقق القلب. ولهذا الملك جاءه على صورته وهيئته التي كان عليها، فقير وبه برص، جاء على نفس الصورة من أجل ماذا؟ يذكره ما كان عليه فيرق قلبه. هل رق قلبه؟ قال رجل، يقول ملك له رجل، هذا اختبار وامتحان، رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال، الحبال الأسباب، أسباب الرزق والعيش، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ذكر هنا ماذا؟ ثم، مر علينا هذه المسألة، قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا واحدا من وادي ممتلئ بالإبل، بعيرا واحدا. والآن الصورة التي أمام هذا الرجل تذكره تماما بصورته السابقة، فقير وأبرص. قال بعيرا أتبلغ به في سفري، فماذا كان جوابه؟ قال الحقوق كثيرة. هذه يقولها بعض الأغنياء في رد من يطلب، عندنا التزامات، عندنا حقوق، عندنا كذا، حتى يرد الطالب، مع أنه في سعة وفي مال وفي رزق كثير، ويأتيها الفقير الذي انقطعت به الأسباب فيرده بمثل هذا الكلام، الحقوق كثيرة، الالتزامات كثيرة، أو ما عندنا شيء، وعنده هو ما عندنا شيء. قال فقال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنكر، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنكر أنه كان فقير وأنه كان به البرص، كل هذا أنكر، قال هذا ورثت كابرا عن كابر، اللون هذا والمال كل هذا ورثته كابرا عن كابر. قال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني فقير وأبرص الأمرين معا، سيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته، يعني صورة الأقرع التي كان عليها، فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه أي الأقرع مثل ما رد عليه هذا. هذان الاثنان فشل في الامتحان. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي فقير وأقرع مثل ما كنت سابقا. قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته، يعني أعمى، جاءه صورة أعمى وفقير، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي إلا اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاتا أتبلغ بها في سفري، تكون بلغة لي، زادا لي في السفر، قطعت بي الحبال ما عندي شيء، أعطيني شات واحدة أتبلغ بها. ما قال خذ شات اكتفى بهذا، قال قد كنت أعمى، قد كنت خلاف الاثنين، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري،
وما قال خذ شاة، قال خذ ما شئت ودع ما شئت. سبحان الله، خذ ما شئت، يعني لو أخذ 50 60 100 كلها داخلة تحت قوله خذ ما شئت. قال خذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله يقسم بالله لا أجهدك، أي لا أشق عليك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، أجهدك فيه، خذ ما شئت. وأحسب أن هذا الأعمى مع هذه القسم البارة الصادقة، لأنه فيها سيأتي معنى رضي الله عنك، علم الله صدقه، هذه اليمين البارة الصادقة، أحسب أن لو أخذ الوادي كله لما قال شيئا، يعني قال خذ ما شئت وهو صادق في يمينه، لو أخذ الوادي كله وساق القنم كلها ما أظنه يرده، وهذا نفسه جزلة وسخية، وذاكر لنعمة الله عليه وفضله، معترف لله بالفضل والنعمة. فقال أمسك عليك مالك، قال الملك أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، أي أنتم الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، قد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. الشاهد من القصة هو أن الواجب على العبد إذا أذاقه الله رحمة، أي نعمة وفضل وعطية، من بعد ضراء مست، أن يقول هذا فضل الله، مثل ما قال الأعمى، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فرد الله إلي بصري. فيذكر العبد في مثل هذا المقام فضل الله عليه ونعمته، يقول هذا فضل الله علي، هذه منة الله، هذا توفيقه، لا يقول كما قال الاثنين وردته كابرا عن كابر، أو نلته بشرف لي، أو على علم عندي، أو خبرة ودربة ونحو ذلك من الألفاظ. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، أي تفسير قوله: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لا يقولن هذا لي، ومر معنا تفسيرها من كلام السلف. قال رحمه الله: الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي؟ ما معنى قوله لا يقولن هذا لي؟ تقدم قول مجاهد: أي هذا بعملي وأنا محقوق به أو جدير به. نعم. قال رحمه الله: الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي؟ أي قول قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، تقدم في التفسير عن قتادة قال على علم مني بوجوه المكاسب. قال رحمه الله: الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ نعم، القصة العجيبة قصة هؤلاء الثلاثة النفر من بني إسرائيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام رواها للأمة من أجل ماذا؟ أن يتعظ الناس، هذه فيها عبرة وعظة عظيمة جدا، فرواها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتعظ الناس، لأن في القصة بيان حال من كفر النعمة ومن شكرها، بيان من كفر النعمة ومن شكرها. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. أول الآية قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما
لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا آدم، هذا آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها أي حواء ليسكن إليها، أي لتكون سكنا له، لتكون سكنا له. مثلها قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ودعوني إن أذنتم أخرج قليلا. ليسكن إليها، السكن الذي ذكر في القرآن على نوعين: والله جعل لكم من بيوتكم ماذا؟ سكنا، جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت سكن يأوي إليه الإنسان فيرتاح وأيضا يستره عن أنظار الناس في نومه، في طعامه، في جلوسه، في أموره مع أهله وولده ونحو ذلك، هذا سكن. والنوع الآخر من السكن سكن النفس، ليسكن إليها، من أزواجكم لتسكنوا إليها، تسكنوا، هذا سكن النفس. فالزوجة سكن، الزوجة سكن لزوجها، ولا سيما إذا وفق الزوج بالزوجة الصالحة التي تعمل وتجهد في إراحته وتحقيق راحته ورضاه، هذه سكن للزوج. ولهذا إذا دخل البيت في غاية الجهد والتعب والنصب إلى آخره حصل له هذا السكن. فينبغي أن ينتبه لذلك. ولهذا أنا بهذه المناسبة أنصح الشاب قدر استطاعتي ألا يؤخر الزواج، لأنه كل ما أخر الزواج حرم نفسه من هذا السكن الذي هو بحاجة إليه، حرم نفسه من هذا السكن الذي هو بحاجة ماسة إليه. وكثير ممن أخروا الزواج بعد أن ذاقوا هذا السكن وعرفوه ندموا على التأخر. فما أحب للشاب أن يؤخر إلى أن يندم مثل ما ندم غيره، بل يبادر قدر استطاعته. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حق على الله أن يعينه، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف. قال: ليسكن إليها، ليسكن إليها، أي يألفها ويأنس بها ويرتاح إذا جلس معها، وجعل منها زوجها، يعني حواء من آدم. وهذا من سر السكن، لأن منه، لأنها منه. ليسكن إليها، فلما تغشها أي وطئها حملت حملا خفيفا. الحمل أول ما يبدأ نطفة ثم علقة ثم مضغة، هذه المراحل تعد ماذا؟ خفيفة، ليست ثقيلة على المرأة. حملت حملا خفيفا ف مرت به، استمرت وحست بخفته أنه ليس شيئا ثقيل. فلما أثقلت، ما معنى أثقلت؟ كبر الحمل في بطنها وصار له ثقل في البطن. دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لأن أتيتنا صالحا أي ولدا صالحا سويا سليما طيبا معافا، لنكونن من الصالحين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما
يشركون. هذا الجزء من الآية يأتي الكلام عليه في ما رواه المصنف من أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن قتادة، وأيضا جاء معناه عن الحسن والسعيد، سيأتي هذا في آخر الباب. نعم. قال رحمه الله: قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قال: وقال ابن حزم اتفقوا، يعني يحكي الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله، على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد النبي عبد الرسول، وأيضا التعبيد لعبد الحسين عبد الحسن غير ذلك وما أشبه ذلك. قال: تحريم كل اسم معبد لغير الله، لغير الله، لأن في التعبيد شرك في الربوبية والألوهية، لأن العبودية تطلق ويراد بها المعبد المذلل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا عبودية لربوبيته. والعبودية الآخر عبودية لألوهيته بمعنى عابد، فيقال عبد بمعنى معبد مذلل لله، ويقال عبد بمعنى عابد لله، وعبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحيم عبد الكريم إلى غير ذلك. هذا يتضمن المعنيين، يتضمن المعنيين، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد النبي وعبد الرسول عبد الحسن وغير ذلك ما أشبه ذلك. يقول ابن القيم: لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة ونحو ذلك، وكيف تجوز وقد أجمع على تحريمها. وممن حكى الإجماع ابن حزم هنا: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. قال: حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، هذا استثناء، أي فلم يتفقوا على التحريم بالتسمية به، يعني فيه خلاف. والسبب في الخلاف أن أصل التسمية لعبد المطلب الذي وجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. سبب التسمية أو أصل التسمية في ذلك عبودية الرق، عبودية الرق، وهذا لا له قصة ربما تأخذ شيء من الوقت. ففيه خلاف، قال حاشا عبد المطلب، في خلاف، أجمعوا على أن كل اسم معبد غير الله يحرم، وهذا في خلاف لأن الأصل ماذا؟ هذا هو المعنى. لكن من عبد للمطلب على المعنى المنهي عنه، المعنى المنهي عنه، فهو داخل في الإجماع، داخل في المنع بلا ريب. فهذا إنما استثني لماذا؟ لأصل التسمية، لأن أصلها من عبودية الرق. قال: وعن ابن عباس. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما
سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها أي وطئها آدم وطئ حواء حملت مثل ما تقدم فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أي فيما أطلب منكم أو لأجعلن له قرنا أيل أي وعل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما نفس الكلام الأول فأدركهما حب الولد أي أن يخرج سليما معافا وهذا من الامتحان فسمي عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما شركاء فيما آتاهما. هنا لابد من فهم نوع الشرك نوع الشرك سيأتي معنا قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته طاعته في التسمية أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث أي أنهما أطاعه في التسمية لا أنهما أطاعه في ماذا في العبادة. فإذا هذا الشرك من شرك ماذا التسمية وليس من شرك العبادة. ما معنى التسمية؟ عبد الحارث لما يسمياه عبد الحارث لحقيقة ذلك أنه عبد للحارث وإنما أطاعه في التسمية. قال رحمه الله وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند نعم يعني هذا قول قتادة الشرك هنا في الطاعة ولم يكن في العبادة نعم. قال رحمه الله وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا نعم أشفق أن لا يكون إنسانا لأن خوفهم قال قرن أيل فخشي وخاف أشفق أن لا يكون إنسانا نعم. قال رحمه الله وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما نعم يعني هذا من الذي مر هنا مما قيل وروي في معنى الآية وأول السياق أول سياق الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها أول السياق في آدم وحواء أول السياق في آدم وحواء ثم انتقل السياق استطراد حصل في السياق فانتقل إلى الذرية كما يدل عليه تمام الآية في قوله سبحانه وتعالى فتعالى الله عما يشركون. ولهذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال كأن أصله والله أعلم ما أخذ من أهل الكتاب يعني التفسير المروي عن ابن عباس وغيره كأن أصله والله أعلم ما أخذ من أهل الكتاب وأما نحن كل ابن كثير وأما نحن فعلى مذهب الحسن في هذا أي البصري وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد المشركون من ذريته ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون وساق ما رواه غير واحد عن الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم
وذكر أن الخبر المرفوع لو كان محفوظا لما عدل عنه هو أي الحسن ولا غيره، فدل على أنه موقوف ويحتمل أنه من بعض أهل الكتاب، ويحتمل أنه من بعض أهل الكتاب. انتهى كلام ابن كثير رضي الله عنه رحمه الله. يروى عن ابن عباس، يروى عن ابن عباس أنه قال قال ما أشرك آدم، قال ابن عباس ما أشرك آدم، أولها شرك وآخرها مثل، أولها شرك وآخرها مثل، آخرها مثل من الواقع الذي حصل في من في الذرية بعد ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين قال النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعل له شركا فيما آتاهما المشركون من أولادهما، المشركون من أولادهما، ولا يلتفت، يقول ابن القيم، إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فآتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسميا عبد الحارث ففعل، فإن الله سبحانه اجتبى وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، وقال أيضا في كتابه التبيان في علوم القرآن، قال فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما، يعني أول السياق في آدم وحواء وآخره في المشركين من أولادهم. ولو صح ما قيل أن المراد آدم وحواء فليس المراد بالشرك ماذا؟ شرك العبادة، وإنما هو شرك التسمية مثل ما تقدم في الأثر عن قتادة رحمه الله تعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أملها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قبل أن أختم بالدعاء أذكر لكم أمرا جاء في ذهني يتعلق بمسألة السكن، وإلا نكتفي. أذكر هذا من أجل أن تترحموا على قائل هذا الكلام، زميلكم أحمد الذي صلينا عليه قبل أيام. حدثني والده أنه قبل أسبوع من وفاته كان يذكر لوالده زميلا له هنا، له طفل أعجبه الطفل وجماله والمزاح معه واللعب، فقل قبل أسبوع من وفاته أرسل لي رسالة يطلب مني أن أزوجه، قبل أسبوع من وفاته رحمه الله، يعني تحرك في نفسه، فيقول طلب مني أن أزوجه وأن أبدأ بالبحث له عن زوجة، اشتاقت نفسه. فقلت له إن شاء الله زوجته من الحور العين بإذن الله عز وجل. فأذكر هذا للفائدة والترحم على زميلكم، غفر الله له ورحمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا
من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.